مساء الخير. بداية حلقتنا اليوم راح تكون مع بعض إن شاء الله في كثير من المواضيع زي ما احنا متعودين ننوع على قد ما نقدر وعشان نكسر روتين يومنا اللي عشناه في الدوام، ودائما بنعيش برضو لحظات في الدوام حتغير من طباعنا وحنزيد من تجاربنا وحتخلينا نعرف إيش اللي لنا وإيش اللي علينا، وهذه إضافة لكم حتكون من ساعة شباب. نمسي عليكم بالخير ومساء عليك لميا. مساء النور عليك تراد أكيد، ومساء النور على كل يشوفونا. حلقة جديدة، لازم تجهزوا نفسكم وتشوفوا إيش راح تكون معانا مواضيع لليوم راح نستعرضها معاكم، وأيضا راح نتعلم منها ونشوف إيش الجديد في عالم التجميل والموضة. خليكم مركزين، بس خلونا نروح نشوف إيش بعض العناوين اللي راح تكون معانا تراد. حنبدأها لميا بالهاشتاج اللي تصدر تويتر، وهاشتاج عادات أو عادة اجتماعية دمرتنا، وأكيد 34 ميدالية في جنيف للاختراعات السعودية ونجوم الذهبية راح يكونوا معنا اليوم في استضافة ساعة شباب. والسياح من حول العالم بيتصدروا أخبارنا لليوم، وأكيد راح نعرف مع بعض بيع أغلى ماعز في العالم العربي ب 19,000 دولار. واو. وإلى حديث اليوم ونقاش اليوم راح يكون حول التاتو، بعيدا عن أي تفاصيل ممكن يعني ندخل فيها، لكن حنتكلم بشكل عام عن رغبات الشباب في التاتو المؤقت. معقول؟ يس، كل شيء معقول. والله مواضيع اليوم جدا محمسة، وخصوصا اللي راح نبداها معاكم والهاشتاج اللي كان تحديدا ترند في تويتر، عادة اجتماعية دمرتنا. ويا كثر العادات السلبية اللي كانت في مجتمعنا ظاهرة بشكل جدا كبير، دمرت بعض من العوائل ودمرت أيضا المجتمع. الجميل في الموضوع أن المغردين كانوا في تويتر جدا صريحين وكتبوا جميع واعترفوا أيضا بجميع العادات السلبية اللي دمرتهم. صحيح، كان في منها بدخ الإسراف المبالغة في العزائم، عشان الواحد يقول كريم وما إلى ذلك من هذه الأمور اللي هي لها زي ما تقول لك يعني مرجعية اجتماعية أو حاجة تخلي لك هيبة اجتماعية، وتشيز مو دائما بتكون صحيحة. ولكن أكثر الأمثلة اللي ذكرت وهي الزواج من الأقارب أو ابن عمك أو بنت ابن عمك أو بنت عمك، سو هذه العيب والخوف من الناس وليس من الله في تحديدا في هذه النقطة. فعلا تراد، هذا يمكن أكثر العادات اللي استوقفتني وقعدت أفكر، يعني ما دامت الناس عارفين أنه هذه بالنهاية عادات سيئة وغلط ولازم يغيروها، وجميل جدا أنهم يعترفوا بهذه المشكلة عشان يقدروا في المستقبل أنهم يحلوها ويواجهوا بعض المخاوف، وما في شيء مستحيل أنه يتغير. بالعكس، كثير من العادات اللي تربينا عليها كانت غلط، ونشأنا أيضا عليها كانت غلط، كبرنا وقدرنا نميز بين الصح والغلط بالنهاية، وقدرنا أنه نغير العادات من الغلط إلى الصح ونعلم عليها الأجيال القادمة مثل ما نحن تربينا أو مثل ما نحن كبرنا. طبعا طبعا. وبعدين كل العادات على فكرة بتبدأ بفكرة، مجرد فكرة في دماغ الإنسان بيبدأ يمارسها أو بتصير كده يعني ممارسة سريعة إلى أن تصبح عادة متأصلة في حياته وفي نمط حياته. إذن إحنا نقدر نضيف عادات جديدة عشان نحاول نمحي، لأنه ما حنقدر يعني نسلخ نفسنا من عادات وتقاليد على مر العصور والسنين، لكن في منطقية في طريقة التعامل. إحنا نحاول نجيب عادات جديدة وحاجات أو أفكار ممكن تساعدنا أنه إحنا نمشي حياتنا. صحيح أنه أبائنا وأمهاتنا ممكن يزعلوا ويتضايقوا لأنه تعودوا، والتعود هو شيء يعني نفسي، ولكن في الأخير ما يصح إلا صحيح، ونقدر إنه إحنا نغير. أكيد. ونحن عشان نثري موضوعنا أكثر راح تكون معنا عبر الهاتف أستاذة سميرة الغامدي الأخصائية النفسية. يا هلا فيك أستاذة سميرة. أهلا بكم، يسعد مساكم، يسعد مساكي، يسعد مساك تراب. حياك الله أستاذة سميرة، سعيد جدا بوجودك. يعني ما تخيل قديش من زمان نفسي أحاورك في مواضيع يعني اجتماعية، لأنه أعرف وجهة نظرك، خصوصا انت من الناس ما شاء الله اللي يعني كانوا متصدرين ولهم مرجعيه كبيره في المواضيع الاجتماعيه. انتم الخير والبركه، وانا كمان احبكم واحب اتابعكم. الله يسعدك. ومواضيعكم جميله، الله يديكم العافيه ان شاء الله. الله يعافيك. ولكن بدايه استاذه سميره، نبي نعرف شيء اكثر العادات السلبيه اللي ممكن تاثر على مجتمعنا بالسلب. أزعل الشباب ولا ما زعلهم؟ لا زعليهم، أنا معاك اليوم، أنا معاك، قولي كل اللي بخاطرك. عموما إحنا ما نزعل بسرعة، يعني ما نزعل بسرعة. صدر أنا حقول لك حاجة، أنا بالنسبة لي لو أحد دحين في اليومين دي قال لي والله إحنا بنسوي أي شيء عشان هذه عادة، حقول له أنتوا بتستخدموها شماعة.
انا افهم الجيل السابق لما يجي يقول لي هذا الموضوع عاده، هذا الموضوع يعني ما اقدر اغيره، جيلي انا، الجيل اللي قبلنا، اهالينا تربوا كده، افهم. لكن لما اجي اقول على الجيل الحديث، الشباب اللي البلد اللي فيها 60% شباب دون 30 سنه، لما يجي احد يقول لي فيهم والله انا هذه العاده اللي تربيت عليها، اقول معليش اسفه، انت بتاخذها ذريعه عشان تبرر اللي انت سويته وما تبغى تتراجع عنه، عشان ما تبغى توازن، عشان ما تبغى تغير. أيوه. سماعه يس. علاقه يس. دي هانجك يعني، عارفه هم بس عشان ما يبغى يواجه، عشان ما يبغى يغير. وانتم قلتوا اشياء بسيطه، هديكي مثل بسيط. زمان كان حكايه زواج البنت من ابن عمها وكذا حاجه اجباري. الان احنا في البلد عندنا في نظام قانون يمنع، في قانون، في نظام عندنا، نظام الحمايه يمنع الاجبار. يمنع العضل عشان تتزوجي ابن عمك، في تحاليل الدم اللي اذا اثبتت انه في امراض وراثيه نتيجه لهذه، ففي حاجات كثير بتمنع. يعني البلد تغيرت وصار في حاجات بتساندك عشان ترفض، فلما انت بعد كل هذا تروح تعمل السلوك وتقول لي والله عاده، فينا مين الغلطان؟ صحيح. وتكلمنا على مشاكل ايضا الوراثيه اللي بتحصل بسبب الاجبار اللي كان بيحصل في السابق، حاجات جدا عميقه ممكن ما حد يلامسها الا اللي عاشها فعلا. صحيح. الاعراض الوراثيه من زواج الاقارب، انا ما بقول كلهم بس يعني طبعًا. يعني في فتره احنا كنا نشوف كان يجي التحليل يقول لهم عندكم مرض وراثي، يقول لك لا حنتزوج عشان عمي قال وجدي، هذا جزء. الجزء الثاني في كل السلوكيات، حتى في موضوع البذق، الشو اوف الزياده، هذه ما دخلها بالعادات، هذا دخلها بانه احنا صرنا نمطيين وعجبتنا الحكايه دي ومتوازنه معانا ونبغى نسويها. او كمان ما نبغى، احنا حمل انه احنا نواجه ونصارع، لانه هي في الاخير يعني مواجهه، وبعد كده في استهزاء، وبعد كده حيكون في اتباع في الاخير، لكن جدا طويله. خلينا نتكلم على موضوع كمان تفصيلي اكثر، مساله ال خلينا اقول لك العلاج. ما انا هقول لحضرتك شيء. تفضل. احنا لما ما بنواجه اذا عندنا مشكله، صح؟ لما بنصير اتكاليين وبنعدي الموضوع لانه بيشبع لنا حاجه. العلاج ارجع اقول زي ما قلت من شويه، حيزعلوا مني الشباب، العلاج له في العيادات النفسيه ولا في الانظمه بس، العلاج فينا احنا شخصيا، ان الله لا يغير ما بقوم من حتى يغير ما بانفسهم. صحيح. لما انا ما ابغى اواجه يعني ولا ابغى اقبل تقول لي بينتقدوا، طيب طبيعي، كل اي تغيير يبدا في البدايه بالرفض. صحيح. اي تغيير يبدا في البدايه بالنقد، اي تغيير، اي شيء مخالف للطبيعي اللي متعودين عليه الناس واللي عامل لهم نوع من الثبات بيسبب هزه، زي الهزه الارضيه، الهزه الارضيه مش دائما شريره. صحيح. الهزه الارضيه والتبعيات حقتها بتغير تشكيل الارض واحيانا تكون حاجه مفيده. مفيده صحيح. ولكن لازم يكون عندي انا المبادره، انا شايفه انه في شباب كثير كل التغيرات اللي صارت في بلدنا الان امانه اتغير تفكيرهم. شباب صحيح. تحركوها. فبالتالي مره ما ينفع الشباب هم اللي يقولوا ما نقدر. اذا كان انا يعني سعيده اني بشوف الجيل الكبير اللي اكبر من ال 30 اللي في ال 40 اللي في سننا اللي اكبر مننا بيتحركوا مع احفادهم وبيعملوا او بيقبلوا التغيير وبيقبلوا كل اللي عاشوا عليه سنين طويله، زي ما يقولوا اهل مكه صمدوا غيروا دحين عشان في تغيرات في المجتمع، والاقي الشباب الصغار اللي هم لسه ما شافوا ما عاشوا يعني ما عندهم هذا الجمود ما بيغيروا، انا بقول لهم لازم تعيدوا ترتيب اوراق حياتكم، لانه هو لو ما بدا من نفسه وغير فكره وما خلاها تبعيه ما حيتغير الاولاد بعد كده، ولا حيصير جزء من المجتمع. صحيح. اللي بيتغير اصلا. جميل جدا استاذه سميره، يعني العلاج انك انت تبدا تغير من نفسك وتغير من الاشخاص اللي حولك، ولكن بعض الشباب ممكن يكون عندهم خوف من النقد، ممكن الأهل يقاطعوه، ممكن يسببوا له مشاكل جدا كبيرة، خصوصا أنه أنت بتغير عادات وتقاليد تربوا عليها أهلنا وأجدادنا وآبائنا، فكيف التغيير هنا ممكن أنه يتحمل هذا النقد ويغير أيضا؟ التغيير نوعين. تغيير بسيط تدريجي في الحاجات العادية اللي عمرها ما توصل لدرجة أنه أهلك يقاطعوك. في تغيير حاد، غالبا التغيير الحاد هذا اللي بياخذوه مين؟ المدافعين عن قضيه، المدافعين عن موضوع. يعني اديكي مثل بسيط، انا افتكر في اول ما بدات اشتغل على قضايا العنف كانوا الناس يهاجموني ويشتموني ويبهدلوني طول الوقت، والان الناس يتصلوا يسالوني رايي. اتحملت سنين من الاساءه، صح ولا لا؟ صحيح. تغيير كبير، ولكن التغييرات البسيطه اللي في الشخصيه زي ما انتم قلتوا من شويه، الشو، التبذير، المجاملات، الكذابه، الاشياء دي، هذه التغييرات البسيطه ما حتسبب مشكله كبيره في الاسره. لو جينا نتكلم على الزواج،
ارجع اقول انه الان صار في نظام في البلد يخلي حتى الاسره اللي بتضغط على ابنها في عنده حاجه تسانده في انهم ما يضغطوا. صحيح، يعني إيه عندنا حاجات تسانده وتدعمنا. انت الا تتزوج بنت عمك، في الان قانون في البلد بيقول ان التحاليل اذا جات فيها امراض وراثيه يلغى الزواج. صحيح، او يتوقف. فبالتالي صار عنده سند. وتعرفوا دائما الكلمه الاستياده، يعني صار في سند نظامي بيقول لا. ففي صحيح. تغييرات الانسان يقدر عليها، وفي تغييرات بالتدريج خصوصا اذا كان القانون معه. طبعا استاذه سميره، هذا الموضوع هو احد المواضيع اللي في العادات اللي دمرت فعلا مجتمعنا. احنا نشكرك جزيل الشكر على وجودك اليوم، سعيدين جدا بالحديث معك استاذه سميره الغامدي كاخصائيه نفسيه. حقيقي الموضوع يبغى له شويه وقفه مع النفس، يعني الواحد يراجع نفسه في تصرفاته، هل هو صح ولا غلط؟ هل اللي كانوا فعلا اهالينا بيسووا صح ولا غلط؟ ما هي مشكله لما نحن نناقش اهالينا، نتعلم من بعض. واعتقد جيلنا صار واعي، او الجيل اللي بعدنا صار واعي اكثر. وخلينا نكون يعني نقتدي بالرسول الكريم وافضل قدوه عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. يعني مقاومه فاستهزاء فاتباع، والان بعد 1400 سنه بنشوف النتيجه. اكيد. وتراد يعني صراحه انه نكون واضحين جدا وصريحين جدا انه لا، في بعض العادات السلبيه تغيرت تماما وقدروا الشباب انهم يزيلوها، ولكن احنا دائما نتمنى انه نكون في مجتمع واعي جدا طبعا. بعيدا عن هذه العادات اللي ممكن تخرب هذا المجتمع، لكن خلونا ننتقل لاجواء مختلفه جدا واجواء السعاده باول تقرير لليوم، وهو تقرير خاص عن اجواء السعاده بتخريج جامعه الملك سعود بن عبد العزيز لمجموعة جديدة من الخريجين في العلوم الصحية. نتابع هذا التقرير. في يوم يحسب للوطن وتلك الكفاءات التي تقدمها جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية أحد الصروح العلمية الشامخة، تم تخريج الدفعة 15 للعام الأكاديمي 2017-2018، من بينهم 600 خريج على مستوى مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا. الحمد لله زي ما تعرفون كلية الطب السنة هذه حصلت على أعلى درجة على مستوى كلية الطب في المملكة في اختبار الرخصة السعودية، اللي يعتبر هو المعيار بمقارنة بجميع كلية الطب. نتمنى أن نحافظ على المركز الأول، وإن كان هذا صعب جدا ونتنافس مع الكليات الأخرى، لكن لا شك نحاول جهود كبيرة لفعلا يعني تكمل التميز الجامعة في هذا الجانب. يعني فرحة يعني تشرح تعب 4 سنين، كان تعب من أعضاء هيئة التدريس، تعب من العمادة، وتعب من الأهالي، الأب والأم. الحمد لله أشكرهم كلهم جزيل الشكر، وإن شاء الله أنها تكون أول خطواتنا لخدمة الوطن، خدمة الدين إن شاء الله في المستقبل. الجامعة بدعم سخي من حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمين، قدمت ما البنية التحتية المناسبة كي تكون المخرجات بإذن الله تعالى قوية. فهناك أعضاء هيئة التدريس وهناك المعامل المتخصصة، فاللهم لك الحمد. يعني مرينا بعقبات والحمد لله قدرنا نتغلب عليها، وأحب أشكر كل من ساهم معنا في تحقيق هذا النجاح. يذكر أن هذه الكفاءات العلمية والطبية تساهم في صناعة نهضة صحية تنموية، وتستثمر الإنسان السعودي للمساهمة في تحقيق رؤية 2030. لبرنامج ساعة شباب، صبري بايجسير، جدة. إيش كان التقرير هذا؟ عن خريجين تخصصات في العلوم الصحية تحديدا. فعلا ألف مبروك لجميع الخريجين والخريجات في جميع التخصصات، يعني فعلا فرحنا لكم جدا، خصوصا شفت الخريجين وخريجات الشوارع الأسبوعين اللي راحت، كانت كلها حفلات تخرج، مبسوطين وسعيدين. ويعني حقيقي احنا بنحاول نخصص هذه الأيام لكم. ألف مبروك لكم،
وألف مبروك أيضا لضيوفنا اللي جايين. عقبال اللي بعدكم. من أجواء السعادة إلى أجواء مختلفة جدا وأجواء الفخر فعلا بطلابنا وطالباتنا المخترعين تحديدا، وفي إنجاز يسجل للوطن تمكن طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز من الحصول على 34 ميدالية وجائزة عالمية في معرض جنيف الدولي للاختراعات في عام 2018 تحديدا في مدينة جنيف السويسرية. حقيقي إنجازات شبابنا وبناتنا ترفع الرأس والواحد يستمتع ويستانس بس بسماعها، فما بالكم بوجود اليوم اثنين من النماذج الرائعة ومخترعات حققوا حقيقي خلينا نقول لكم مرحلة جدا عالية، كسبوا الميداليات الذهبية يعني المراكز الأولى من بين 1000 اختراع ومن بين 40 دولة. جودة التونسي ورهف رفيع فخورين فيكم، منورين اليوم بالاستديو، حياكم الله في ساعة شباب. قبل ما ندخل في أي تفاصيل على موضوع الجوائز اللي أخذتوها، خلينا نتكلم مين هي جود ومين هي رهف. طيب أنا جودة التونسي في جامعة الملك عبد العزيز كلية الهندسة، ثاني سنة جامعة. رهف رفيع كلية الهندسة جامعة الملك عبد العزيز ثاني سنة. جميل، يعني صديقات في نفس الجامعة ونفس التخصص. طيب خليني أبدأ معك جود، نتعرف على فكرة هذا المعرض تحديدا، معرض جنيف الدولي للاختراعات، وقيمته العلمية بالنسبة لكم. طيب هو معرض عالمي، ما كان في فئة عمر معينة، يعني في جميع الأعمار، في ناس من الثانوي بيشاركوا فيه وإحنا، وفي دكاترة برضو في المعرض، فيعتبر معرض كبير. كان تقريبا 1000 مشترك من 40 دولة، هذه السنة 46 له، يعني قديم المعرض، وحقيقة المعرض مرة كان حلو وأعطانا فرصة إنه إحنا نشوف الدول الثانية والاختراعات الثانية فين واصلين وكيف اتجاه التفكير في الاختراعات بتكون، نفس الوقت أعطانا فرصة إنه إحنا نطلع المشاريع حقتنا للناس. وجهة نظرك أكيد رهف نفس وجهة نظر جود عن المعرض، صحيح؟ طب خلينا نعرف عن اختراعك، أو نبدأ مع رهف، اسمحي لنا جود، إيش هو اختراعك؟ كثير ما نسمع عن حوادث السرقة اللي تصير في الأماكن العامة وخصوصا في الأماكن الزحمة، بأنه أحد يسرق من شنطة أحد بدون ما يحس صاحب الشنطة، فهنا بدأت فكرتنا بأنه مجرد ما تنفتح الشنطة حتهتز من الخلف بحيث أنه صاحب الشنطة يحسها، في نفس الوقت حتصدر صوت. موجودة الاختراع هنا؟ اي نعم، نشوفه بس. كيف جاتك الفكرة؟ هل تعرضت لسرقة قبل كذا فقررت انك تسوي هذه الفكرة في الاختراع؟ حقيقة انا ما تعرضت، بس المجموعة اللي معايا في منهم تعرضوا للسرقة، وهنا بدأت يعني. احنا بالسمع نسمع بلاوي يعني، اللي فلوس تروح ولا اشياء تروح، يعني هي في سنسور عند مع السوستة نفسها؟ هو مو سنسور، هو دائرة كهربائية بسيطة، فمجرد ما احد يفتح السوستة حتبدأ تطلع صوت، في نفس الوقت حتهتز. حلو حلو، ممتاز. جميل. طب بالنسبة لك جود، يا ريت تقولي لنا اختراعك نافورة الطاقة، ايش ميزات هذه الفكرة؟ طيب احنا مشروعنا توليد طاقة متجددة من الاستفادة من طاقة الضغط الناتجة من سقوط المياه في النوافير. بيسكلي استخدمنا البيزو الكتريك، هي هذه الدوائر اللي شايفينها، تحول طاقة الضغط لطاقة كهربائية، يعني هذه السيركت دحين بدون أي كهرباء. حلو. هذا حينحط تحت النوافير، فلما تطيح موية عليه حيتولد لي طاقة. وبالتالي احنا ما نستهلك طاقة زي قوة الدفع اللي هي موجودة في النوافير، عشان قوة الدفع حتكون موجودة، بس يعني الطاقة الناتجة من هنا ممكن ترجع في نفس النافورة، فتقلل الطاقة المستهلكة. نقلل النوافر يعني. حلو. واو. Very smart. واو. حلو. فعلا جميل. وانت كمان يعني كيف استوحيتي هذه الفكرة؟ كيف قررتي انك تسوي اختراع زي كذا؟ هذه الفكرة يعني احنا كنا بناخذ كورس في الجامعة، هو ديزاين 1. احنا يعني الفريق 4 بنات. احنا يعني قبل هذا المشروع كان عندنا مشروعين قبل. المشروع الاساسي اللي كنا شغالين عليه في نفس يوم العرض البروتوتايب خرب قبلها بكم يوم، فسوينا شيء مره بسرعه بداله، وبعد الماده اللي قعدنا نطور فيه الين وصلنا لهذا الشيء. ممتاز. جميل. ممتاز والله، افكاركم يعني فعلا عمليه وحلو، الواحد يبغى يعرف اكثر، بس يعني كلها موجوده من حياتنا اليوميه، الحاجات اللي احنا بنعيشها وبنسمعها من حولنا، احنا بس لو نقيد كل حاجه حنلاقينا نحن عشنا بشكل افضل. طيب الان اختراعاتكم جميله، ولكن اكيد في منافسين، واحنا قلنا من 40 دوله وفي 1000 اختراع كمان، ابدا ما هو امر بسيط. صحيح. ايش كانت المعايير عشان توصلوا للمرحله، يعني المرحله الاولى وتكسبوا الجائزه الذهبيه؟
مين؟ جود رهف أي أوكي. هو معايير التقييم يعني في أكثر من معايير. أول شيء إنه يشوف المنتج اللي عندهم قديش يفيد المجتمع وقديش يخدم المجتمع. حلو. ويشوفوا لو الناس نفسهم متقبلين إنهم يستخدموا منتج زي كده ولا لا. يشوف الفكرة البروتوتايب هل هو قابل للتنفيذ ولا لا. ويشوفوا بعدين السايد إفكت. لو في سايد إفكت وهو غالبا حيكون فيه. يعني السايد افكت وورث البنفيتس اللي من المشروع وورث انه احنا نتقبل السايد افكت عشانه ولا لا انه السايد افكت تكون اكثر هل مخرجاته اكثر مدخلات ولا لا فهمت. طب رهف يعني سؤال بيخطر في بالكم اكيد وفي بال اللي كانوا معاكم ومجموعتكم تحديدا كيف كانت اجواء المنافسه وهل فعلا توقعتوا انكم تكونوا من اللي حصلتوا على الميداليات الذهبيه ولا جاكم احباط لما رحتوا وشفتوا قد ايش الاختراعات جميله وكبيره ومنافسه كانت جدا قويه. حقيقه احنا من اول ما رشحونا الجامعه نطلع هنا بدانا يعني بدات المنافسه وبدا الحماس. رحنا المعرض صراحة كان شيء جدا جميل كل يوم أحلى من اللي قبله كان في اختراعات جدا يعني عدد كبير جدا من الاختراعات فهنا كانت المنافسة بيننا وصراحة هذا الشيء شجعني وحيشجعني أني أكمل أنا ومجموعتي في تطوير مشروعنا ومشاريع أخرى. طب توقعتوا تحصلوا على الميدالية الذهبية ولا كانت آخر توقعاتكم؟ ما كان توقع صراحة يعني حصل على جوائز بس مو انه احصل على الميداليه الذهبيه والحمد لله اني حصلت عليها وقدرنا نوصل لهذا الشيء. غريب احساس انه الواحد يبي يقدم حاجه وما يعرف مدى قوته او مقدرته او قوه مشروع اللي مقدمه. هذا شيء احساسه غريب صراحه يعني ما قد حسيته لكن الواحد حسيته على صعيد ثاني يعني مثلا في الانجاز البشري بس مو كاختراعات. اهنيكم على هذا الامر لكن انتم الان كمخترعات شباب وبنات تحتاجوا خلاص شرفتوا اسم المملكة في الخارج وقدمتوا أفضل ما عندكم هنا إيش نحتاج عشان نطور ونكمل اختراعاتنا بالشكل السليم وننافس برا برضو إنه إحنا أخذنا الجوائز الذهبية إيش نحتاج إن نخليها كمنتج باسم يعني براند سعودي باسم براند سعودي ونبدأ نبيعها فهذا الشيء يعني حيطور مننا. موضوع هذا سهل ولا صعب؟ بصراحة يعني إحنا خلال فترة المعرض جاتنا عروض إنه ناس يأخذوا المنتج حقنا ويصنعوا لنا هو عشان يصير ينباع بس من خارج المملكة من خارج المملكة طبعاً بس فهذا الشيء يعني خلاني أفكر إنه كيف إحنا ممكن نبدأ نسويه كمنتج هنا عشان نبدأ نصدره لبرا. وبالنسبة لمشروعك جود ما جاك أحد وتمنى هذا المشروع وقال لك نحن نبغى نستخدمه مثلا عندنا في بلدنا وتعطينا الفكرة وتعطينا هذا الاختراع وينسب لهم؟ طب أنا بداية المشروع يعني غير مشروع رهف أو المشاريع الثانية لأنه هو يعني المسؤول ما بيكون شركات تسويقية يعني ما هو شنطة بيكون أكثر مع الحكومة فأنا أحس بداية نحتاج أنه موضوع براءة الاختراع هنا مو بس هنا في كل المكان شوية معقد وشوية صعب أنه إحنا كطالبات نسويه فأحس أول شيء لازم يكون في تركيز على الموضوع هذا يعني يكون في ناس مخصصين أنه مو موقع مفتوح وتقدمه وخلاص يعني لأن أغلب البراءات اللي يكونوا قدمينها طلاب ما بتزبط فأحس أول شيء لازم يكون في فوكس على هذا الموضوع. طب انت قدمتي؟ يعني احنا بدانا في التقديم بس زي ما قلت لكم مره يعني يطول. والله بس ان شاء الله تضبط المواضيع وان شاء الله تتساهل. احنا بنعرف انه في الان تسهيلات كثير وفي تغييرات بتحصل. نتمنى حقيقي مشاريعكم تكون على ارض الواقع لانه هذا مدخول للبلد حيكون بعد كذا مستقبلا باسم السعوديه وهذه رؤيه 2030 و 2020 ان شاء الله من اصغر المشاريع الى اكبرها. ف نيفر جيف اب ودائما حاربوا على اللي تبغوه صدقوني حتوصل مرحله دام انه يعني شوفوا ما كنت تتوقعوا انكم تاخذوا الجوائز الذهبيه وتاخذوا المراكز الاولى الان لازم تتوقعوا كل خير ان شاء الله عشان تكملوا وفعلا يعني هل فكرتوا بخطوه قادمه ممكن انكم تركزوا فيها ولا لا؟ يعني في خطوات بس يعني بنفكر انه نفس غير انه احنا نخلي المشروع في انه عمليه التطبيق بنفكر في خطوات انه نطور نفس البروتوتايب اللي احنا عندنا هو حلو ايوه بالضبط نطوره ونخليه في ميزات اكثر يعني تحتاج الشركات الان تشوف انها تساعدكم في هذا التطوير ولا اموركم كويسه؟ انا شخصيا اموري كويسه ان شاء الله حلو انت مع الحكومه ضامنه نفسك اي خلاص بالنسبه للشركات التسويقيه دورتي هنا اي شركات تسويقيه ممكن تتبنى اختراعك رهف؟ بالنسبه للسعوديه لا لسه لانه ما عرضته الا في معرض واحد وكان اللي هو
المعرض الثقافي فلسه ما جاني شيء صراحة. حلو، نتمنى يجيكي عروض كثيرة في المستقبل القادم. فعلا شرفتونا ونورتونا وجميلة جدا اختراعاتكم، ونحن جدا فخورين فيكم، فخورين تواجدكم اليوم معنا في ساعة شباب، واستمروا بهذه الإنجازات الجميلة قدام إن شاء الله. ولا تعرفوا حاجة، ترى فقرات اللي زي فقراتكم بتضيف كثير للبرنامج ولنا شخصيا، لأنه بنستمتع وإحنا بنشوف هذا الشيء. رهف أكيد، رهف رفيع وجود التونسي كمخترعات، نورتونا. نكمل إيش؟ أخبار؟ إذا عندنا أخبار، أخبار جميلة اليوم، ولكن بعد الفاصل راجعين. اليوم في أخبارنا جبنا لكم أخبار مختلفة ومتنوعة، وزي ما يقولوا من كل بحر أخذنا لكم قطرة، ورح نبدأها بأول قطرات مع طراد. طيب شوفي، أول قطرة عندي تكلم عن أغرب منزل سياحي. هذا المنزل اتبنى على شجرة، في اتبنى على شجرة تحديدا، بقول لك ما توهكت شوية، في غرب بريطانيا تحديدا. أظهرت مجموعة من الصور نشرت في موقع خاص بالسفر منزل سياحي بني على جذع شجرة حلو ممتاز. يتكون هذا المنزل من عدد من الكبسولات اللي بتمتد على مستويات متعددة بطريقة حرفيا مدهشة ومصنوعة يدويا. بنشوف طبعا في الصور، بعيدا عن الوصف اللي كله كلاجات اللي قلته، اعتقد الصور احنا ما عرفنا انه مو منكم من بني على شجرة في العالم. شيء غريب صراحة. يعني ممكن تكون هذه اعلى شجرة في العالم مثلا، عشان كذا بنوا المنزل عليها. بس فعلا التصميم جدا جميل، وهذه من احد البيوت اللي كل واحد فينا يتمنى انه يسكن او يعيش لحظات في هذه، ممكن ترجع لحظات جدا جميله واجواء مختلفه، خصوصا اجواء البريه طبعا. لكن خلونا نروح لخبر اخر، وتحطيم رقم قياسي اخر في ركوب اكبر موجه في العالم. يا جماعه دائما جتني فتره من حياتي ركوب الامواج كان مؤثر علي كثير، وكنت اتمنى لو كانت الرياضه هذه عندنا ومسموحه للبنات، وكنا يعني شاركنا في مثل هذه الرياضات. طب خلي الامواج تكون فيها عشان تكون مسموحه اول، يعني على اي اساس؟ نو فعلا، على اي اساس؟ لا هي في امواج في البحر يعني. في امواج، لكن ما هي امواج يعني كبيره، نحن ناخذ امواج على قدنا اللي هي كذا. خليت صوتي يروح. عموما برازيلي يحطم الرقم القياسي في ركوب اكبر موجه تحديدا، وتمكن البرازيلي سيرجي من تحقيق رقم قياسي عالمي جديد باجتياز اكبر موجه برتغاليه، وصل ارتفاعها الى 24.38 متر بإتقان رائع، ليتم إعلانها رسميا والأول من قبل رابطة العالم لرياضة ركوب الأمواج WSL. شايفين معانا هذه أكبر طبعا موجة. استطاع أحد الرياضيين في هذه الرياضة أنه يحققها. مجنون. واو مجنون، مستحيل. ولا شفناها في الأفلام اللي كنا نشوفها، يعني في جنان بس مو كذا. هذه كأنها كارثة طبيعية والواحد بيغامر فيها. واو، تذكرت واحدة من إعلانات مشروبات الطاقة اللي تخلي الواحد كذا، بس طلع فعلا ممكن الواحد يسوي هذه الحركات في البرازيل يقول لك تحديدا. نعيش نشوف، خلينا نبعد عن الأمواج والمخاطر. يبغالنا نروح البرتغال عشان نتعلم هذه الرياضة. من جد لازم شوية رحلات، هي اللي تغير أجواءنا، لكن نستمتع بالأجواء المحلية بكل الطرق الممكنة. خلينا نستمتع بجونا المحلي بخبر يعني موجود في الأردن تحديدا، وبيع أغلى ماعز في العالم العربي ب 19,000 دولار. ما أعرف فين الأرقام بطلعها صراحة. نظمت مزرعة النوادي لتربية الماعز بالأردن تحديدا مزاد لأكبر تجمع لقطع من الماعز في العالم العربي، حيث حاز الماعز نجم على لقب أفضل ماعز ذكر في المزاد، وبيع هذا الماعز بقيمة نحو 19,000 دولار. أما المعز الأغلى سعرا في المزاد فكانت جاكلين، واللي تجاوز سعرها 15,000 دولار. مهور يعني. ما عندي أي تعليق عن هذا الخبر. الناس من فضاوتها صاروا يسووا يعني مسابقات ملكات جمال لحيوانات يعني فعلا، وسعر 19,000 دولار يلا احسبوها انتم بالريال كم تطلع وقولوا لي بعدين. عموما خلونا نروح لخبر تكنولوجي
آخر ما نعرف إيش ممكن يغير هذا الخبر في حياتنا، ولكن تخيلوا معايا أنه هذه السترة التكنولوجية تحديداً إيش، أو السترة الذكية لشركة ليفي ستراوس المصنعة للملابس بالشراكة مع جوجل تحديداً، ابتكار ما يسمى بالسترة الذكية. إيش بتسوي هذه السترة؟ تعمل طبعاً بالحاسوب صغير يمكن التحكم فيه من خلال القماش المحيط بالمعصم، فعندما يتصل بك شخص على طول إيش يصير؟ تخيلوا إيش حيصير معايا؟ إيش؟ حتهتز سترتك وتعطيك أضواء. يعني نحن ناقصين ناقصين، يعني الجوالات ما هي مخلية ولا مبقية، كمان تهتز ملابسنا وتطلع أضواء إنه شوفوا جوالك قاعد يرن. دي الدرجة يا جماعة فاضيين، والله ما أعرف. يعني اختراعات حقيقة، خلاص احنا تعودنا على هزة الجوال، فأعتقد كل شيء ممكن نهزم، ما عندنا مشكلة، خلاص يعني نمشي بال يا أخي اللبيب بالإشارة يفهموا، يا أخي اللبيب بالإشارة يفهموا. كان عندنا خبر سريع، تذكرت والله على طاري المخاطر بس، وقلت السياح لما بيخاطروا بنفسهم غير الأمواج في طريقة ثانية بيخاطروا فيها نفسهم، اللي هو السباحة بجانب التماسيح، وهذا حصل مع عدد من السياح اللي دفعوا 5000 جنيه استرليني بس عشان يسبحوا بجنب هذه التماسيح في نهر بوتسوانا، وصل إلى يعني طول التمساح الواحد 12 قدم، من أغرب الأشياء اللي ممكن نعيشها ونشوفها. بنشوف دائما كثير من البشر بيسووا أشياء عشان يغامروا بحياتهم، في النهاية أشياء ممكن جميلة، ولكن أهم شيء الحياة ترى مش بعزاء يا جماعة. طبعاً طبعاً. عموما خلونا نذهب من الأخبار إلى تقرير جدا جميل وعن حدث خاص تحديدا، وأول نادي للغولف في المنطقة الغربية تم تدشينه في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تحديدا. تخيل. هنا في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وعلى مساحة 800,000 متر مربع، دشن صرح رياضي جديد كأول نادي عالمي للغولف يضاهي الملاعب العالمية، وينتظر أن يصبح أحد النوادي الجاذبة لاستقطاب البطولات حول العالم. هو أولا طبعا من ناحية تسويقية مهم جدا يكون عندك في مدينة اقتصادية عالمية مثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الشركات لما تطلع الاستثمار تطلع إلى جودة الحياة، فلعبة الجولف بالنسبة للمستثمرين العالميين هي جزء من جودة الحياة في المدن، وبيحبذوا إنه يستثمروا في المدن اللي فيها طبعاً كافة المنشآت والفاسيلتيز اللي يحتاجوها. أول شيء فرحت فيه إنه في أكاديمية للجولف، حيضم الموقع أكاديمية للجولف، ممكن أكون أول المنضمين للأكاديمية إذا كان في قسم سيدات. ورغم أن تفاصيل المكان تعكس تلك الجماليات الرفيعة التي كلفت 883 مليون ريال، إلا أن كل ذلك لا يعزز النظرة السابقة بحصر هذه الرياضة في فئة محدودة، بعد توجه لنشرها في المجتمع من خلال التوسع في البنى التحتية في جميع مناطق المملكة وتوفير آلاف الفرص الوظيفية للشباب. أنا عموماً أحب الرياضة، وبأنه إحنا دحين عايشين في عصر انفتاح زي ما أنت شايف كيف البلد بتنفتح على كل الثقافات وكل الأنشطة، فالواحد هذه فرصة إنه هو يجرب، وبعد ما يجرب يقرر إنه ده يناسبه أو لا. كانت عندي فكرة أخرى على الجولف في السعودية، ووصلت هنا وشفت هاد المساليك وشفت الانفراستراكتور اللي هي في كينج في كيك هنا، والحمد لله هذا مستوى عالمي. يعني حتى لما نشوفه في التلفزيون كان عندي توقع إنه هو للهاي كلاس الناس يعني الثانيين، يعني مو أي أحد يقدر يلعب جولف، بس مثل ما قالوا هم لا، هذا الشيء غلط، هذه الفكرة في رأسنا يعني بصراحة، ونشوف إن شاء الله. تناوبت الشخصيات التي حضرت حفل التدشين من رياضيين ونجوم وإعلاميين على تجربة قدراتهم في هذا المضمار كحافز مشجع ربما لممارسة هذه الهواية في المستقبل القريب. مين كان يتوقع أنه إحنا عندنا لعيبة جولف سعوديين وهواة لهذه اللعبة؟ أنا اليوم تفاجأت في وجودهم يعني بشكل كبير في هذا النادي من خلال تسجيلهم يعني في هذا النادي من جميع الطبقات السنية في المجتمع، وهذا أمر يدلك على أنه جميع أنواع الرياضات عندنا في السعودية موجودة وموجودين، ولكنهم نعم ينتظرون الفرصة وينتظرون الإمكانيات اللي تتيح لهم أنهم يبرزون مواهب. يذكر بأن رئيس الاتحاد السعودي للغولف معالي الأستاذ ياسر الرميان ذكر بأن أحد أهم أهداف الاتحاد استضافة البطولات العالمية وجذب النجوم العالميين إلى السعودية.
لبرنامج ساعة شباب صبري بايشسير جدة. طيب فقرتنا الأخيرة ممتعة صراحة وفيها من الأشياء الكثير اللي راح يستمتع فيها، لأنه الموضوع بيتكلم عن التاتو، ودائما نلاقي الشباب الآن مقبلين بشكل كبير على التاتو، ويعني بيعطوه مساحة أكبر صراحة في هذه الحياة، لكن بحكم ثقافتنا واختلافها وإنه إحنا ما ينفع نسوي تاتو كمسلمين، أو يعني إحنا بعيدا عن الحرمانية كمان بيتكلم على حاجة مختلفة عن التاتو المؤقت. معقول يس؟ معقول. تخيل انكم تقدروا تسووا اي رسمه حابينها وبشكل مؤقت وفي اي وقت، وما يعني وتقدروا تغيروا في كل وقت رسمه مختلفه. اليوم ضيفتنا تحديدا تعلمت رسم التاتو المؤقت بكل شكل وباحجام ايضا مختلفه. اسمحوا لي ارحب بضيفتنا مشرفتنا دانيا المصري. اهلا فيك دانيا. شرفتني صراحه. نورة. انا معجبه بالرسومات جدا. نختار قبل الهوا قاعدين نفر ايش حنختار. بس بدايه يا ريت تقولي لنا دانيا قصتك تحديدا مع التاتو، كيف بدات؟ تمام. انا شفت المنتج هذا برا ومره عجبني، انه فكرته انه نفس فكره التاتو الدائم بس تاتو مؤقت. الواحد لو طفش من الرسمة يشيلها بعد يومين ثلاثة، يقدر مسحها في أي وقت، مسحها في نفس الوقت لو ما عجبته، ممكن في نفس الوقت. أهم شيء ما في منها أي ضرر. ذكرتيني أنت طبعا بالستامبز اللي نشتريها كنا من الأسواق عشان ستيكرز. يس، كنا احنا صغار نستمتع فيها. بس صار انتشار مرة كبير لها، أعتقد لأنه كل واحد بيدور على ايدنتيتي خاصة فيه فبيدوروها. طبعا this is not true بالنسبة لي، أنا أعتقد الواحد يدور على شخصيته وهويته بطريقة ثانية، لكن هذه خلينا نقول تعبير من التعبيرات. لكن قلتي حاجة مرة مهمة دوبك، أنه ما يضر ابدا، ما في سايد افكت ابدا. الوان خاصه للجسم. اوه حلو. طبعا تيجي باكثر من لون، بس اكثر لون مطلوب اللي هو الاسود. طيب ايش الفرق بين التاتو الدائم وتاتو المؤقت من الناحيه الجماليه؟ الناحيه الجماليه نفسها بالضبط. نفسها بس الفرق انه التاتو الدائم ما تقدر تغيريه ولا تشيليه طول حياتك، والتاتو المؤقت تقدر تغيري وتسوي رسمات. طب نحن اليوم حنشتغل اوكي نسوي لنا نطرات تاتوز ونشوف كيف النتيجه راح تكون. انا اخترت شكل فترات. بس دقيقه، اكيد يروح في نفس الوقت يعني؟ اكيد. أيوة. دحين اذا تبغى اسوي لك واشيل لك على طول. طيب بايش المواد اللي ممكن تشيلي فيه؟ تشيليها تقدري تشيليها باي شيء، مويه وصابون وايبس ممكن. وايبس اوكي. حلو اوكي بيرفكت. المسحات الطبيه. المسحات الطبيه عندي برضه تشيلها. حلو ممتاز ممتاز. انا صراحه كنت محتاره ايش اختار، عندك كتالوجات كثيره ما شاء الله ورسمات واشكال مختلفه، يعني كل واحد يقدر يختار اللي يعجبه. طبعا هذه الرسمات الموجوده حاليا، بس الرسمات اللي هي لعمر المراهقين الشباب البنات. في كتالوجات خاصه للاطفال كمان. طبعا نروح اعياد ميلاد. بما انك بتقولي انها ما بتضر الجسد، وهذا اكثر شيء الواحد بيحاول يجيب حاجات اورجانيك، وكمان بيجيب حاجات، لانه احنا الستامز اللي كنا ناخذها كانت بتاثر على الجلد، وبيقولوا طلعوا احصاءات دراسات كثير، لكن يعني في الاخير كويس لقينا حاجه الحمد لله. انا مره متحمسه صراحه. طيب خليني ابدا معاكي. يلا وابى اسوي هذا الشكل، بس ماني عارفه فين. ممكن نسويه هنا. انا هنا 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 هنا. ايش رايك؟ تمام اوكي. شوفوا طبعا هذه الماده نستخدمها بس عشان تثبت اللون. تحطوا الاستيكر. ايش هذه الماده اللي قبل اللون؟ بس تثبت اللون عشان يطلع مظبوط. ايش هي الماده؟ ماده برضو خاصه بس للالوان. ما لها اسم. اوكي. قبل ما تحط الاستيكر تحط الماده عشان كمان الاستيكر مستعجله. حلو مكانها ولا اغير؟ مره حلو. اوكي ممتاز. ما نقدم شويه. حلو هنا كمان اعتقد نفس شكلها زي الماشينز حقت التاتو الحقيقي اللي هو الابر طبعا. مضبوط. لكن هي مجرد رش. مجرد رش. رش ايوه ايوه. طب هذه الماده ما يقدروا يلاقوها هنا ولا لازم تشتريها من برا وتطلبيها من برا؟ في السعوديه ما هي موجوده. في السعوديه ما في، لازم تطلبيها من برا. طيب حنوسخ شيء؟ ابدا. اوكي يلا حنشوف كيف الطريقه. الان وين شغال؟ شغليها. حلو. المفروض طيب قبل ما تشتغل انا بس اوري الكاميرا الباقي الصور الموجوده عندنا او الستامز اللي ممكن يشوفوها. يعطيك العافيه عبد الرحمن، بس كلوزين سريع كذا عشان الناس تشوف الرسمات. خلي دحين كنت يجي اشغلها، بس خلينا نشوف احنا الرسمات يعني. انا مخبيها بيدي سوري معلش.
هذه بعض من الرسمات طبعا اللي ممكن سكوربيون عادي يعشقوا، هذا اللي انا اعرفه على مدى حياتي، اعرف انه سكوربيون اللي ابراجهم عقار اقرب حب التاتوز، ما ادري ليش، ايش الكومن اللي بينهم يعني. هذه بعض الصور، في منها طبعا الصغيره اللي اختارت منها لميا اللي هي الستامبز الصغيره، في منها كبيره، وطبعا موزعه الستامبز للشباب والبنات، يعني هذه حقت البنات، هذه حقت الشباب. هذه بحط برضه مع احد الشباب، بس في عندها سكلز وغيرها من الاشياء. اكيد طبعا. طب في، خلينا لا تشتغل الاله، نسالك يعني هل في طريقه معينه مثلا في شباب ممكن يقولوا او بنات نبغى نخلي المده طول اكثر، فهل بتحاولي انك تبتكري مواد تطول هذه الماده وهذا التاتو تحديدا والرسمه؟ هو حاليا هذا الجهاز هو التاتو مؤقت، يعني يجلس لايام محدده عشان الانسان ما يطفش منه والشخص يعني يمسحه في اي وقت. كم تقريبا ممكن يجلس؟ هو من حسب نوع البشره من 3 ايام لاسبوع، بس انا دحين شغاله على ان شاء الله الماده اللي هي تجلس اكثر من كذا. اللي تقعد قديش اسبوع مثلا؟ يعني ما ححدد لكم، بس بين اسبوع ونص لاسبوعين باذن الله. لازم لاني اعرف برضه مواد نفس الشيء تقعد الى 3 اسابيع تقريبا. الحنه شيء زي الحنه تقريبا. الحنه مشكلتها انه ما تناسب جميع الاجسام، تسوي حساسيه للبعض. صحيح. وتروح بالفرك على فكره لو فركتيها كثير، ويبغى لها وقت عشان تشتغل. طب لازم نوضح شيء للمشاهدين يا جماعه، هذا التاتو اللي بتسويه دانيا ما في اي حفر او نحت على الايد، هو مجرد رش، يعني تحط ستيكر وترش اللون فوقه بدون اي حفر في الجلد نفسه. صحيح؟ صحيح. فاشتغلت الحمد لله. يلا نجرب. اوكي. طبعا انت تقدري تصغري او تكبري الرشه نفسها. تمام. زي اللي يستخدموا الفنون الرش في الجرافيتي. والله اخذت وقت. ليش؟ ما بتعبي على طول. ما بتنزل اللون بقوه. أوكي. صح؟ بينزل نقط رشات من اللون عشان يطلع تفاصيل الرسمه. ممتاز. طب الرسمه لو ما عجبتني اقدر اغيرها؟ طبعا. الحين بالوايت تمسحها ولا شيء. حلو، لازم نوريهم. ترى اخترت رسمتك؟ اخترت اي والله، شكلي حسوي الان. طبعا كذا الرسمه انتهت. كذا خلاص؟ اوكي. حنحتاج بس الوايت نمسح اطراف الرسم. ممتاز. لازم تسوي زوم ان تشوفوا. اوكي. نحتاج وايت نمسح اطرافها. لازم تسوي زوم ان عشان تشوفوا من جد تفاصيل الرسمة رائعة. بس حنمسح اللي حوالينها. حلو. عشان تنظف. خلاص امسح امسح اللي حولها. امسح اللي حولها. مرة حبيت صراحة. طب اعطيني انا امسح اللي حولها. خلاص قبل ما ايش؟ تديني المادة اللي حبيتها. طب تحط فين المادة اللي قلتي لي عليها؟ اللي هو قبل. خليني اجرب انا طبعا. ما اعرف. مبسوطة في الرسمة. تروح اكيد دانيا. اكيد. ها؟ الله يرضى يديني. طيب هذه كذا بشكل عشوائي. ها؟ تمام. طيب. لا حطي لي كمان شوي عشان نشفى. لا كذا تمام. متأكدة؟ انت هذه تعقيم للمنطقة. ها؟ تمام. طيب. وتنشفها وتخلي الستيكر. طيب. يكون مظبوط. حلو، نشوف بس الزوم ان سريع. هذا الستيكر لصقناه. يلا ابدأي سريع عشان ايش؟ يلا. يلا. فعلا يعني دانيا نورتينا وشرفتينا وامتعتينا اليوم، ونتمنى لك كل التوفيق في المشروع. الله يسعدك، وانا تشرفت فيكم، مرة مبسوطة اني طلعت معاكم. يعني انا بس بشوف النتيجه الاخيره، ما في غالبا حتشوفوها في سناب عندي، ادخل على سناب وحتشوفوها. احنا نشكر برضو كل اللي تابعونا وكل اللي شافونا دقيقه بس على ساعه شباب في روتانا خليجيه، ودائما بنحاول نجيب لكم كل جديد. احنا بس نقول لكم ناكد لكم انه هذه ما فيها اي ضرر، كلها اصباغ بتناسب البشره. واللي عنده اي تعليق واللي عنده اي مشاركه معنا على هاشتاج ساعه شباب او على حتى ايميل البرنامج عشان يعطينا كل جديد. أنا متحمسة للرسمة، في وقت نشوف الرسمة قبل ما نختم؟ المفروض إن في وقت. خلونا بس نشوفها، بس يشيلها دحين. ونشوف الرسمة. الطرف الطرف كمان هنا، الأطراف. ممتاز، هنا كمان. طبعًا تشوفونا بكرة إيميل البرنامج وهاشتاج ساعة شباب
ظاهر على الشاشة، هتشوفونه بكرة في حلقات جديدة وفقرات منوعة. وقبل ما أقول لكم في أمان الله حنوريكم الرسمة. واو يا سلام، طلعت والله مرتبة. حلو واو. حلو حلو، قولي في أمان الله عشان المخرج. يلا في أمان الله، نشوفكم بكرة.